افتتحت اليوم السبت بالجزائر العاصمة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أشغال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث سيتوج هذا الحدث العالمي الكبير بإعلان الجزائر الذي من شأنه تعبيد السبل لشراكة مثمرة ورؤية مشتركة من أجل ضمان توازن سوق الغاز مرورا بتثمين مكانة الغاز الطبيعي في المزيج الطاقوي. تم توقع إعلان الجزائر ليؤكد على أهمية قطاع الغاز أو صناعة الغاز لتلبية الاحتياج العالمي، وعلى ضرورة التعاون والتكاتف بين الدول المنتجة من أجل وضع رؤية متكاملة شاملة تحقق الأهداف المشتركة سواء للدول المنتجة أو الدول المستهلكة. المراقبين رصدوا موضوع أهمية الغاز كطاقة، أيضا كطاقة نظيفة، كطاقة تحافظ على البيئة، كطاقة انتقالية. من هنا تكمن أهمية الغاز كصناعة مهمة. أعتقد أنه التوافق هو أحد النقاط التي ستطبع مخرجات هذه القمة في دورتها السابعة للدول المصدرة للغاز. الجزائر بذلت جهدا في مساهمة هذا الاجتماع، ومن خلال دعم جهود كل المشاركين لتقديم رؤية وتصور عملي لمستقبل